راهب ناسك في خطية الزنا واليوم قد سقط. اداله مكافأة قال له تحصل راح في دول كلهم 40 سنة. واحد يقول لي يا نهار اسود مفيش فايدة يا ابني، انا بقول لك عشان تقول لي كده، انا بقول لك عشان تعرف نعمل معروف، عشان تفهم انه لا تشمتي بي عدواتي لانه ان سقطت ايه؟ مفيش حاجة اسمها مفيش فايدة. هو المسيح مات عشان مين حضرتك؟ الثمن ده يروح حضرتك. يقول الكتاب ليس حبه اعظم من هذا. هو المسيح حب مين؟ ما حبنا يا جماعة. المسيح لما مات مات عشان انا وانت نخش السماء، مش عشان نبقى قاعدين كده نقول مفيش فايدة ومفيش رجعة. انا قلت 3 ملاحظات. هبتدي بقى اتكلم على الخطة. المفاجأة بقى اللي فات ده كله كان مقدمة. شفت المفاجأة؟ احنا قلنا 3 نقط. أول نقطة الذين معنا إيه؟ أكثر. ما تقلقش، هنعرف خطته زي ما الكتاب قال والآباء قالوا، وإن شاء الله نعرف نتصرف. الحاجة الثانية افهم إن الشيطان إيه؟ متأيد. لا هو مش كده. أنت عندك إرادة وتقدر تبعد عن الدومين بتاعك. ولو عايز إن شاء الله خير. والنقطة الثالثة الشيطان إيه؟ زنان، فطول بالك، يعني حتى لو وقعت قوم على طول. إيه الخمس نقط بقى بتوع حرب الشيطان؟ أول حاجة هو يبدأ عندما نبدأ. أول صفة يعمل إيه؟ يعني في ناس مثلا ممكن يقعد يسمع كلمه النهارده ويتاثر، هتعمل ايه؟ هصلي. فيروح يصلي، بعدين هو بيصلي يسرح بقى يديله فكره مش مظبوطه، وتلاقي الشيطان استاذ ممكن يجيب لك فكره من 20 سنه. فاكر من 20 سنه لما زعلت ابن عمك؟ ايوه، ابن عمي مات من 10 سنين. خلاص الراجل مات وربنا يرحمه وفرحان بالسما فوق. ايه الفكره يعني؟ هو بيعمل كده ليه؟ عشان ايه؟ يشتتك. اعرف يا حبيبي انك يوم ما هتبتدي الشيطان هيبقى عايز يعمل ايه؟ انا قررت ان انا احضر القداس بانتظام واجي اعترف بانتظام. هتلاقي طبعا حد من اصحابك يقول لك يا عم كبر بقى، انت دلوقتي في امريكا بلد الحريات، واهم حاجه ان الواحد يبقى حر، يعني ليه يضغطوا عليك ويعيشوك بتاع ذل مصر ده؟ انطلق كده. وطبعا هو الشيطان مقنع يعني. وبالتالي هو يبدا عندما ايه؟ نبدا. بصوا حضراتكم كلنا عارفين قصه التجربه على الجبل، مش كده؟ اللي الشيطان بعد ما المسيح صار 40 يوم و40 ليله جه عشان يجربه. فاكرين القصه دي؟ لما رجع جيب مرقس نكتشف مفاجأة عجيبة، أنا كنت أول مرة أخد بالي منها لما حضرت الدرس ده. لقيته إنه يقول لك وكان يجرب كل يوم من إبليس. يعني هو ما تجربش بس بعد 40 يوم. ده هو من أول يوم وكان بيعمل إيه الشيطان معاه؟ وده اللي بيعمله معانا الشيطان. بيحاول بكل الطرق يعطل أي حاجة. نعمل اجتماع يعمل لنا مشكلة في المايك. نعمل مش عارف إيه يعمل لنا إيه. نقول طب يلا نعمل إيه؟ هو عايز يحبطنا. افهم. إن كل ما هتبتدي هو كمان إيه؟ هيبتدي، ودي حلها إيه؟ ولا كأنك شايف حاجة، استمر، صلي، يا بونا طب الصلاة ضعيفة يا عم بس صلي، طب القداس أنا مش مركز فيه قوي يا عم بس ابتدي، وامسك خلالي كده وعالي صوتك ونام بالليل بدري، يعني ليها تصريفاتها إن شاء الله، ومع الوقت كله يبقى خير، لكن اعرف أنه يبدأ عندما إيه؟ عندما نبدأ. في مرة من المرات كان في رئيس دير قاعد مع الرهبان بتوعه، بيسألوا سؤال عجيب قوي، بيقول لهم يا آباء مين أول واحد بيحضر التسبيحة؟ فبصوا لبعض كده، طبعًا اللي بيجي بدري هيتواضع بقى، الرهبانة تواضع يعني، هيقول أنا باجي الأول فاتكسف، مش عايز أقول أنا الأول يعني، الرهبانة يعني تواضع، واللي بيجي متأخر مكسوف، خايف يتعطل يلبس يعني في حاجة، فقلقان، فلا ده اتكلم ولا ده إيه؟ اتكلم. سيدنا وقف وضحك كده وقال لهم على فكرة أول واحد بيجي تسبيحة الشيطان. أول واحد بيحضر التسبيحة الشيطان. فقالوا لبعض ازاي يا سيدنا تقول كده؟ التسبيحه بتاعت الدير تبقى 4 الفجر دي اللي فيها الرهبان بيقوم تسبيحه الشيطان اول واحد يحضر؟ قال لهم اه. واقول لكم ليه؟ لان اول راهب بيخش، اول واحد بقى بيخش الصبح الساعه 4 اول ما جرى التسبيحه يخش، يبص كده يلاقي يمين وشمال يمين وشمال مفيش رهبان، يبتدي يمصمص في شفايفه، يقول الله يرحم ايام زمان، ايام رهبانه الانبا انطونيوس والانبا باخوميوس والانبا شنودة رئيس المتحدث، دول مؤسسين الرهبانه في القرن الثالث والرابع ميلادي. قال يعني هو كان من جيلهم يعني، ما هو كده بالنسبه له هو كده بقى من جيلهم يعني، هو الرهبانه عز خالص، ده الراجل بتاع زمان ده الرهبانه باظت هزلت، بقى بيجيبوا اي حد يترهبن، عارفين الطريقه دي؟ ويفضل يدين في مين؟ في اخواته، ويبتدي بقى الرهبان المتاخرين يهلوا بقى، ها؟ فاول ما يخشوا يلاقوا ابونا الراهب ده بتاع كل مره بيجي الاول، يقعدوا يقولوا لبعض ايه؟ يا ساتر، هو ابونا ده فاكر نفسه بيعمل ريكورد يعني، عايز يترسم اسقف فبيجي بدري، ما يهدى كده يتضع يا اخي مره ويتاخر، يغيب مره فيجي رئيس الدنيا يهزقه وياخد بركه التهذيب، يعني يحسسنا كده انه برضه التواضع، ما ده كان في رهبان بيعملوا ان هم يعني عبط عشان الناس ما تديهمش كرامه، وده كل مره يجيني الاول، يبقى مين اول واحد حضر وجهز للقعده؟ الشيطان. جهز الرهب الاولاني انه يدين اخواته، وجهز الرهبان التانيين انه يعملوا ايه؟ والناس احنا مصدقين.
لا، اطرد الافكار دي وركز في العمل الايجابي. اطرد الافكار دي واعرف ان طالما بتحارب يبقى الشيطان مش عايز ده. ما لو كان كويس ويرضي الشيطان ما كانش ايه؟ ما كانش حاربه، ما كانش وقفه، ما كانش حاول يعطله وحاول يقسه. لانه في الحقيقه الشيطان ما بيحاربش غير الشيء اللي عارف ان بيجي له من وراه مشاكل. فاول مبدا، هل انا صحيح معايا ولا انا محبط ولا ايه؟ لا بس في ناس حاسه انا نايم، معلش اللي نايم يسمع وبعدين ربع ساعه ونام تاني، يعني مش هتطول بس اصحى معايا ربع ساعه دي. فاول مبدا قلناه ان الشيطان يعمل ايه في حربه؟ يعمل ايه في حربه؟ يبدا عندما طب دي نحلها ازاي؟ استمر. نويت تيجي تخدم استمر. طب انا طاقتي قد كده يا سيدي وماشي، بس قبل ما تقدر علي تحضر قداس استمر. طب انا بسرح، معلش هي مساله وقت. مساله وقت، مساله وقت. النقطة الثانية، هدف الشيطان ايه في حربه؟ هدفه واضح. ايه الهدف؟ يعطل خطة الخلاص. يعني ايه يعطل خطة الخلاص؟ هي في خطة لربنا في حياتنا. الله يريد أن الجميع يخلصوا. يقول الشيطان يعمل ايه؟ يريد أن الجميع يهلكوا. فيبتدي بقى يعمل ايه الشيطان؟ يعمل المتاهة اللي بنشوفها في العالم. بيجي واحد يقول لك هو مين الصح؟ احنا ولا الهندوس؟ ولا لا دينيين؟ ولا لا قادرين؟ ولا الملحد؟ هو مين بالظبط؟ الناس دي عايشه برضه ايه؟ وناجحه وزي الفل. هو احنا مين في دول؟ عارفين زمان في الحروب لما يبقى في مكان استراتيجي مهم، سمعت المعلومه دي من حد بس يعني هطبقها معاكم دلوقتي. يعني انا كنت مبهور جدا بخط الطرق بتاع امريكا ده. يعني انا كنت زمان بس نسيت الهندسه ونسيت اسمي يعني، لكن يعني قبل الكلام كنت بشتغل في مجال الهندسه. فانا مبهور بالطرق الهاي ويز دي. وبعدين لما سالت قالوا لي دي معموله عشان كان زمان قلقانين لو هتلر وصل امريكا يعني فعملوا له متاهه عشان يعني مش عارف مين رايح فين، مش هيجيبوا له جي بي اس يعني عشان يقدر يوصل مناطق يعني. فهم عاملين كل ده. الشيطان هيعمل معانا كده. بيعمل ايه معانا الشيطان؟ بيتوهنا افكار ومنطق، وكل واحد يتكلم على الايمان بتاعه لانه افضل ايمان، وبالتالي كلنا مع الوقت يحصل لنا ايه؟ نتوه. الكتاب المقدس واضح انه هلك شعبي من عدم المعرفه. بصوا يا جماعه، عايز اقول ايه قالها لنا السيد المسيح، يا ريت تركزوا فيها ونفهم معناها. جه قال للتلاميذ كده ان انبياء وابرارا كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم ايه؟ وان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم. المسيح قال لنا يا بختكم. ليه قال لنا يا بختكم؟ قال لنا احنا يا بختنا لانه بصوا ركزوا معايا في الحته دي مهمه. تاريخيا تاريخيا جه من شعب اسرائيل أكثر من 40 واحد ادعوا ان هم المسيح. تاريخيا جه أكثر من 40 واحد ادعوا ان هم مين؟ المسيح. وكل واحد انا اتولدت من عذراء وانا مولود في بيت لحم، ومع الوقت الناس دي انتهت وماتت وخلصوا منه. عشان كده المسيح له مجد في انجيل يوحنا 10 يقول جميع الذين اتوا قبلي هم ايه؟ سراق ولصوص. يقول كده اللي هم قبل ال 39 دول حراميه. ليه حراميه؟ اشمعنى يا رب انت اللي واثقين ان انت المسيح الحقيقي؟ لانه الحقيقي اللي بيدرس الكتاب المقدس ويعرفه ويبص على نبوات العهد القديم يلاقي المسيح بتاعنا ده لما جه بعد ما مهد البشريه لعدد كبير من النبوات. طب في كام نبوه بتتكلم عن يسوع اللي من الناصره وتؤكد انه المسيح؟ في اكثر من 330 نبوه. اكثر من 330 ايه؟ انت متخيل العدد بتاع النبوات؟ انا اسالك سؤال، ينفع ترسم فيس كده بخط واحد؟ والله ينفع؟ حاجب، اخرك حاجب يعني مش كده؟ طب تو لاينز؟ حاجبين. طب ثلاثة؟ حاجبين ومناخير. خمسة حاجبين ومناخير وشفة. مش كده؟ طب ايه رأيك لو قلت لك ارسم ب 330 خط؟ تعرف ترسم الوش ولا ما تعرفش؟ طبعا مش كده؟ مش كده يا دكتور؟ ولا أنا مش فاهم؟ 330 يرسم الوجه بطريقة عبقرية، وده اللي عمله المسيح. احنا إيماننا مبني على إيه؟ مش على معجزات ولو إنها بتحصل. يعني ما احنا كل سبت نور في القبر المقدس بيطلع نور. وبعدين انتوا كده مهووسين، ما هو بيطلع نور يا ما بيطلعش. ما بيطلعش يبقى افضحونا وخلصونا بقى. لكن بيطلع ما تتكلمش معانا، لكن سيبك من المعجزات، مش موضوعنا، لان كل واحد يقول انا عندي معجزات. انا بقول لك ايماننا مبني على ايه؟ كانه المسيح بيقول لك يا حبيبي انت عايز تعرف مين الله الحقيقي، وانا من النبوات رسمته لك. انا اديتك 330 خط او اكتر، ارسمهم كده وشوف ده يسوع المسيح ولا لا. الشيطان هدفه يعطل خطه الخلاص. فيخليك تسوف تنشغل. في ناس جايه في الدنيا العالم اللي حوالينا ده عباره عن ايه؟ مولد، مش كده؟ مولد. يعني ممكن تخش محل عشان تجيب حاجه تقعد ست ساعات. يعني انا دخلت مره اجيب زبائن في محل هنا، زبائن عادي بتاع زمان ده.
لقيت دخلوا لي كده مكان فوق وبتاع، وبعدين انا اشوف بقى في اورجانيك وغير اورجانيك، في بالفراوله، في مش عارف ايه، عمال اتكلم في مصر. بس لقيت نفسي خدت ساعه الا ربع عشان اجيب علبه زبادي. طب يعني لما ساعه الا ربع علبه زبادي هجيب الجبنه في قد ايه يعني؟ ده سؤال برضه. ولو فكرت اجيب لحمه بقى تبقى مصيبه، مش كده؟ هو ده هدفه ايه؟ تو 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 تو. شوف العصفوره كنا زمان واحنا بنلعب لعبه خايبه كده، تحب تهزر مع صاحبه وسرقه تقول له بص العصفوره، فيبص تروح انت ايه؟ ناشف. هو الشيطان بيعمل معانا كده. الشيطان هدفه يعطل خطه الخلاص. مره كنت سمعت شريط لابونا اسمه ابونا صليب سورياني. ده كان ابونا كاهن عظيم جدا في برشيه الجيزه، وكان في بيته يعني هو مؤسسين خدمه. بيحكي قصه عجيبه قوي. في يوم من الايام جات له واحده من شعب الكنيسه بتصوت حاجه يا ابونا بنتي ذكرها شطار. فقال لها بنتي انا ماليش انا في القصه دي، عايزه واحد عنده موهبه. هتاني بكره واروح انا وانتي لابونا مينا المتوحد بتاع الطاحونه. لو مينا ابونا مينا ده بابا كرول، هو ده بقى دي الموهبه وربنا يديله الموهبه. ابونا بيقول تاني يوم الست جات له وجابت البنت وبدات وقال لها اوعي تقولي لبنتك حاجه، قولي لها بس تعالي ابونا عايز يتكلم معاك. لما جت لقيته ابونا بقى بيقول لقيتها بتقول لي اوعي تكون فاكر مينا بتاعك ده هيعمل لي حاجه. وطبعا امي لا قالت لابونا مينا ولا حاجه. ففهم ان الشغل هنا شغل ايه؟ شيطان، مش واحده مختله نفسيا او عندها هلوسه، لا ده واحده جايه عارفه رايحه لمين، والام ما كانتش قايله اي حاجه. ابونا بيحكي قصه عجيبه قوي، بيقول واحنا راكبين التاكسي والبنت بتكلمني وعماله تقول لي خلي بالك ابونا مينا، ابونا مينا بتاعك ده مش هيعمل حاجه، ولا ربنا بتاعك ده يعمل حاجه، ولا اصلا هنوصل. واول ما قالت كده الاربع عجلات بتوع التاكسي فرقعوا. طبعا في ناس عقليه تقول لك صدفه ديورابيلتي. طب ايه ديورابيلتي؟ لو قلت لي صدفه ديورابيلتي هزعل، ولو قلت لي مسمار هزعل قوي قوي، لانك لازم تقول لي ابعاده ايه؟ يعني ايه المسمار اللي فرق اربع عجلات في وقت واحد؟ ده مسمار جبار، اربع عجلات في وقت واحد وعلى مسافه، ده مسمار ايه ده؟ ده اصل في ناس بقى يقول لك يا ابونا انتوا بتوع هوس. يا حبيبي الاربع عجلات فرقعوا في لحظه واحده. فابونا فهم ايه بقى؟ فهم ان الشيطان بيعطل الدنيا. يوم بقى رحنا خدنا تاكسي تاني، طول السكه بقول مزامير، انا بتكلم معاها ولا بركز في اللي هي بتقوله. طول السكه عمال اقول رفعت عيني الى الجبال لغايه ما وصلنا لابونا مينا، وربنا قواه وطلع الشيطان من على البيت. قال الشيطان يهدف الى ايه؟ الى وقف خطه الخلاص. المسيح مات عشاني وعشانك، واحنا ما عندناش عذر، لان عندنا الكلام ده مكتوب في الكتاب المقدس، وعندنا نبوات اتحقق في شخص المسيح. انت ما بتدرسش بقى دي مشكلتك. يعني ما ينفعش واحد يقول لك مش عارف ما تذاكر يا ابني. ما المسيح قال لنا فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياه وهي تشهد. يبقى اول حاجه هو يبدا عندما ايه؟ نبدا. هدفه ايه؟ توب. كده؟ هدفه يبعد عن الصليب والفداء. مش ضمننا؟ ما الدنيا اهو كل الديانات دي في 4000 اله في العالم. مش ضمننا ان بتاعنا بقى هو الصحيح من ال 4000 دول؟ الحاجه الثالثه ودي نقطه مهمه، خليكم معايا يا جماعه. خليكم معايا يا شباب. خليكم معايا يا شباب. خليكم معايا. النقطه الثالثه الشيطان منطقي جدا. يعني ايه منطقي جدا؟ يعني تبقى ساذج قوي لو انت متخيل انه هيعرض عليك الخطيه بطريقه مباشره كده. يعني ايه طريقه مباشره؟ يعني يقول لك اسرق، ده انت طيب قوي، او ازني، ده انت تبقى غبي. يعني ايه السذاجه دي؟ هو هيعرضها كده؟ لا طبعا مش هيعرضها كده، هيعرضها بطريقه في منتهى الايه؟ الخبث. اديكم مثلا، فاكر اول ما ربنا دعاني للكهنوت؟ جه احد الاباء كان عندنا في الكنيسه من الاباء الكبار اللي كبر بقى في سن ودقنه بيقعد يدفع عجز ما بقاش عنده مرار. قال لي يا ابونا في مشكله بين مجموعه من الاخوات ومقطعين بعض في المحاكم. والمشكله الحقيقه ورث يعني على ورث. والمشكله الحقيقه مع فلان ده، فلان ده هو المصيب. هو اللي مولع الدنيا وعايز ياخد بالشرع مش عارف 5-1 ولا 2-1 ولا ايه، وهو ده اللي مولع الدنيا. فاقعد معاه انت عندك وقت. جايز لما تديه الوقت وتسمعه يعني يحترمك وتمشي الدنيا. قلت له يا ابونا صلي لي حق، رحت له راجل قابلني مقابله اخر جمال يعني. اتفضل يا ابونا وبارك يا ابونا، عارفين بقى الطريقه دي. قعدت معاه فبفتح معاه الموضوع. قال لي بص يا ابونا انا هوفر على الاسره. قلت له اتفضل وفر. احنا عايزين نقعد نتكلم يعني. قال لي هو حد واخد من الدنيا حاجه؟ قلت له حسب ما انا عارف لا. يعني حسب معلوماتي البسيطه لا. قال لي هو الكفن، اسمعوا الكفن؟ حد في الميت ليه جيوب؟ استغربت وبانبهار قلت له لا طبعا مش جيوب. قال لي مش المسيح قال للسامريه كده؟ من يشرب من هذا الماء يعطش. بقيت هتجنن. قلت ايه الراجل القديس ده؟ ده بيقول لي الكفن ملوش جيوب وانه ما حدش واخد من الدنيا حاجه والسامريه مش شبعانه للدنيا، امال المشكله في مين؟ قال لي هي المشكله بقى فاهم بص المشكله، مشكله في المبدا. قلت له طب ايه المبدا؟ هيبتدي دلوقتي يحكي لي فيلم هندي. في فيلم هندي بيقعد 4 ساعات ده او 6 ساعات ساعات.
واللي في الاخر يطلع البطل اخو المخرج عشان ما تبقاش متخيل. يعني انت لو تخيلت البطل اخو اي حد حتى معدي في الفيلم طبيعي، لكن اللي ما تتخيلوش انه يطلع اخو مين؟ المخرج. هبص في الفيلم اللي هيضحك. مساله مبدا يا منى ليه بقى؟ لان في يوم من الايام لما اموت وانا عمري خلاص يعني انا عديت ال 80 يعني، وانا محطوط بقى في الصندوق قدام مسبح الكنيسه، المشهد اهو في مشهد في فيلم هندي اهو، ولادي واقفين قدام بياخدوا فيا العزم، ولادي الواقفين دول انا عايزهم لما يقفوا ياخدوا فيا العزم يدعوني بدل ما يدعوا عليا، بدل ما يقولوا ربنا يسامحك يا ابونا ضيعت في حقنا، يقولوا ربنا يباركك، ربنا يخليك لينا، يعني خليه بخده خلاص يعني، يعني خلاص انتهى. وبالتالي انا بالنسبه لي دي مساله مبدا. شفتوا الفخ؟ شفتوا الفخ؟ واحد يقول لي ما جايز يا ابونا عنده حق واخواته ظلموه. عشان كده انا بقول لك صلي قبل ما تاخد اي قرار وارجع لاب اعترافك. الكتاب المقدس يقول ايه؟ اثنين خير من واحد. في ناس هنا شغاله بدماغها، مش هنا، مش هنا قصدي في امريكا، حتى في مصر شغال بدماغه، يقول لك اروح اسال ابونا، يا ابونا مالك؟ يا حبيبي انت لو خدت قرار غلط تاخد على دماغك بعد كده، هتدفع الثمن. ارجع لاب اعترافك وخلص ذمتك قدام ربنا. اتكلم مع ابونا وخد رايه. الكتاب المقدس يقول لنا انه اثنين خير من ايه؟ من لكن انا قررت، انا ارفع علي اخواتي، انا هطلق مراتي. طب يا ابني اقعد اتكلم مع ابونا. لا بقى يا ابونا، ما انا عارف ابونا هيقول لي ايه. طيب يبقى انت مش عايز تسمع صوت ربنا؟ نتفاهم طيب، نتكلم ونتناقش، لكن فكره ان انا هشتغل بدماغي وخلاص دي نقطه في منتهى الخطوره. يبقى اول حاجه الشيطان يبدا عندما ايه؟ انا ردت خلاص. ثاني حاجه هدفه ايه؟ عايز يعمل ايه؟ الام بتاعه؟ ها؟ يتوهك بقى. طب دي حلها ان انا اقرا واعرف واقرب ربنا. والنقطه الثالثه هو منطقي عقلاني. النقطه الرابعه الشيطان بيلعب على نقطه الضعف. يعني ايه؟ ما هو استاذ عارفين لما واحد يمسك واحد من الدنيا توجعه؟ كان زمان عندنا لاعب كده احيانا يعني اسمه رشوان، معرفش تفتكروه ولا، كان بتاع جود.